انتهى ماتش النادي الاهلي والبنك الاهلي بثلاثيه في عيد الاضحى المبارك، ثلاثيه جديده بتنضم لقائمه مستر مارسيل كولر للثلاثيات مع النادي الاهلي، ثلاثيه جديده بتتسجل بريكورد عالمي، بريكورد قياسي لمستر مارسيل كولر والمدير الفني مع النادي الاهلي. ماتش جميل، ماتش رائع، ماتش الحقيقه بيفسر لك ازاي الاهلي بيتصاعد من نقطه الاضمحلال الى نقطه القمه. النادي الاهلي بيتصدر جدول الترتيب الخاص بالدوري ب 68 نقطه، فرق نقطه واحده عن نادي بيراميدز، واللي فارق عننا بخمس ماتشات، خمس ماتشات بيننا وبين بيراميدز. الاهلي يتبقى له ثلاث مباريات، و ثلاث مباريات دول هو ان شاء الله ان شاء الله من قاب قوسين او ادنى ان هو يفوز بالثلاث مباريات دول، الاهلي هيحقق الدوري المصري ال 43 ليه. النادي الاهلي يا جماعه في الفتره دي حرفيا بيشوف ازهى ايام، واتمنى الاستمراريه، ما اتمناش ابدا ان لعيبه الاهلي مستوى هينزل، لاني بشوف ان في لعيبه بدات مستوى ينزل زي محمد شريف وزي بعض اللعيبه التانية، لكن اللي دايما بقوله طبيعي اللاعب المصري مستواه بيبقى يعني بيبقى غير ثابت خالص، مره في العالي مره في النازل، كنا شفنا حسين الشحات كان عامل ازاي وبقى عامل ازاي وهكذا، فهي سنه الحياه في الدوري المصري. لكن النادي الاهلي الحمد لله بيحقق الثلاثيه، بنشوف كلنا اجوان ولا اروع، كوره من ضربه حره مباشره لعلي معلول، كوره جميله جدا 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 الحقيقه، كوره الاهلي بيفتقدها من زمن بعيد من ايام ابو تريكه، يعني اشوف ابو تريكه وقت كان بيجيب كور ازاي، من وقتها الاهلي مع طبعا ما دخلش جوان زي كده غير ممكن وليد سليمان مره، ممكن عبد الله السعيد شويه، لكن غير كده ما كانش في حد مسدد على المرمى بهذه الطريقه. فادينا شفنا الحمد لله يعني بدايه الامل رجع تاني في الكرات الثابته، شفنا كلنا كره عبد القادر والكره الجميله جدا 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 اللي لفت ودخلت في وجبل، شفنا كمان الجون الرائع لكهربا وازاي اتحكم في الكوره وازاي ان هو ما استسلمش على الكوره وقال خلاص راحت مني لا ده كمل عليها حتى وطلعت بجوده وحشه بس دخل الجون في الاخر. فهي هو ده اللي احنا محتاجينه من اللعيبه، انها تصر وتكمل وتكمل اللي هي بداته عشان خاطر ده تاريخ ليها اساسا، ده انجاز باسمها وانجاز باسم مدربها عشان خاطر بيوصلوا لنقطه القمه اللي احنا كلنا عايزين نوصلها ان شاء الله. النادي الاهلي خلاص داخل على معترك تاريخي، معترك ثلاث مباريات ان شاء الله يخلصهم على خير، نفوز بالدوري، نركز بقى في الحاجات اللي جايه، عندنا حاجات مهمه جدا جدا جدا، سوبر افريقي، عندنا سوبر ليج، دوري السوبر طبعا الافريقي موجود برضو الشهور الجايه، عندنا كاس عالم الانديه شهر 12، فالدنيا عندنا فوق ما تتخيل، كميه ضغط عصبي رهيبه، فانت لازم تخلص الدوري المصري على خير، تطلع منه منتعش، تطلع منه بقى تركز في صفقاتك اللي هتيجي ان شاء الله، كلام كتير جدا على الصفقات، الاهلي مين جاي ومين رايح، علي سماتة جاي، ما اعرفش مين جاي مين طالع، كلنا سامعين عن برونو سافي ان هو خلاص على الرحيل، كلنا سامعين بنشوف طبعا شفنا اللعيبه اللي جددت مع النادي الاهلي، حسين الشحات وياسر ابراهيم ورامي ربيعه ولعيبه كتير جدا طبعا بتتجدد دلوقتي مع النادي الاهلي، شفنا طبعا البقاء على اليو جانج وهو خلاص برده هيجدد مع النادي الاهلي، شفنا الشناوي وان هو الاهلي متمسك بيه وهيكمل ان شاء الله، فاللعيبه اللي خلاص عقودها بتقرب بتجدد مع النادي الاهلي، لعيبه جديده هتيجي النادي الاهلي، نشوف طبعا الاخبار المنتشره طبعا عن امام عاشور، وبرده يعني نبهت او نوهت الحاجه زي كده ممكن تحصل ان شاء الله، وفي فيديو شورت كده قديم ان من الناس القادمه النادي الاهلي هو امام عاشور، وبالفعل يعني الاخبار المنتشره دلوقتي بتاكد كلامي
وان شاء الله يكون متواجد مع النادي الاهلي، وهو ده عصر الاحتراف، انك تلاقي لعيبه من فرق منافسه بتيجي في فرقتك. وكلنا شفنا ياسر ابراهيم قبل كده، وشفنا معتز باللاقينه، ولعيبه كتيره جدا جت من نادي الزمالك ده، حتى جمال حمزه جه للنادي الاهلي، لكن طبعا زي احنا فاكرين ما حصلش نصيبه وما كملش، لانه ما دخلش في القايمه الافريقيه وقتها مع حسام البدري. ف او موجزي. فحاليا بنقول ان الاحتراف بيتيح ان اي لاعب يجي للنادي بتاعك من نادي منافس، ويجي بقى يتعلم المبادئ اللي عندك، ويجي يتعلم من اصول اللعبه واصول واخلاق الرياضه في مصر مع النادي الاهلي الوحيد، هو الواجهه المشرفه الوحيده للكره المصريه. فطبعا اهلا وسهلا باي لاعب ان شاء الله يكون فارق، يكون علامه مع النادي الاهلي واسطوره كمان باذن الله، زي باقي اللعيبه، زي ياسر ابراهيم كده لما جه شفناه قد عمل ازاي مع النادي الاهلي، بقى ليه اسم وليه مكانه عن الاول. طبعا هو لاعب محترم ولاعب كبير، لكن قيمته واسمه كبروا اكتر مع النادي الاهلي، لان الاهلي بيكبر اي حد. لعيبه كتير جدا اجانب اسمائهم معروضه على النادي الاهلي، الاهلي لسه طبعا ما خلصش مع اي لاعب، ان شاء الله اول ما هيقرب يعلن هنكون باذن الله من اوائل الناس المعلنين، لان يهمنا طبعا ان الصفقه تتم، ويهمنا ان الصفقه تكون خلاص على رتوشها الاخيره، ما تفسدش وما تبصش وما يحصلش فيها اي مشاكل. ان شاء الله كل الخير للاهلي وفريق الكوره باذن الله يحقق كل المكاسب القادمه. ان شاء الله ماتش الاسماعيلي اللي جاي هيكون نقطه فارقه في تاريخ الاسماعيلي. الاسماعيلي قاب قوسين او ادنى ان هو يعني ينحدر بيه الحال ويودع الدوري. الاسماعيلي 33 نقطه، وقبليه الجيش 33 نقطه، وقبليه اسوان 32 نقطه، وغزل المحله 32 نقطه. فانت بتصارع مع اربع ولا خمس فرق على الهبوط، وانت خلاص يعني انت الماتش الجاي مع الاهلي قاب قوسين او ادنى، يا هتخسر يا هتتعادل، وفي الحالتين انت الخسران، محتاج تفوز، واعتقد ان الاهلي مش هيديك فرصه بحاجه زي كده. ف الفتره الجايه فتره صعبه، فتره مليانه ماتشات مثيره كلنا هنشوفها ان شاء الله وهنتابعها، وباذن الله هتكون الدوري ال 43 للنادي الاهلي. كل التوفيق وكل الدعم للجهاز الفني والاداري واللعيبه، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يكون فرح ونصر دايما على النادي الاهلي. شكرا لكم ودمتم بخير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.